بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم أعزائي طلبة الصف السابع. اليوم إن شاء الله تعالى سوف نراجع دروس الاختبار النهائي لمادة الدراسات الاجتماعية، طبعا للاختبار النهائي كما قلنا لكم للفصل الدراسي الثاني. تكون مدة الاختبار إن شاء الله تعالى ساعة ونصف. نأتي الآن إلى الأسئلة ونقرأ السؤال الأول. ضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة لكل مفردة من المفردات الآتية. نأتي إلى السؤال الأول، سبب الهجرة من الريف إلى الحضر الذي يوضحه الكاريكاتير أمامك. انظروا، هذا هو الكاريكاتير. ما هو سبب الهجرة؟ لماذا يهاجر الناس من الريف إلى المدينة؟ لاحظوا هنا، عندنا الريف، هذا الرجل يقف في الريف، وهنا الرجل هذا متجه إلى أين؟ متجه إلى المدينة. لماذا يهاجر؟ لاحظوا ماذا يقول هذا الرجل، وظيفة حكومية، لا قطاع خاص، إذا يريد أن يبحث عن فرصة عمل. إذا الإجابة هي توفر فرص عمل في المدينة، لذلك يهاجر الناس من الريف إلى المدينة. نأتي الآن إلى السؤال الثاني، الشكل الصحيح لإنجازات الملك نارمر. لاحظوا هنا الإجابة هي هذه جيم. ماذا فعل هذا الملك نارمر؟ وحد تاج الشمال والجنوب، وحد مملكة الشمال والجنوب، اتخذ مدينة ممفيس عاصمة. السؤال الثالث، الجزء المظلل الذي يمثل نسبة سكان مدن الدول النامية. إذا نتكلم عن نسبة السكان في الدول النامية في العالم، هي الإجابة جيم، نصف. إذا السكان الذين يعيشون في الدول النامية نسبتهم نصف سكان دول العالم. السؤال الرابع، المحافظة العمانية التي عقدت فيها ندوة التصحر عام 2002 هي محافظة ظفار. السؤال الخامس، مؤسس الدولة الكلدانية أو البابلية الثانية هو نابوبو لاسر. نأتي إلى السؤال التالي، السادس، النتيجة المترتبة على تخلخل البناء الاجتماعي في المناطق الريفية بسبب الهجرة. لاحظوا عندما يهاجر أبناء الريف إلى المدينة، ما الخلل الذي يحصل في المناطق الريفية؟ ما هو الخلل الذي يحصل بسبب الهجرة من الريف إلى المدينة؟ الإجابة هي يزيد عدد الإناث في المناطق الريفية، لأن معظم الذين يهاجرون من الريف إلى المدينة هم من الذكور، فماذا يحصل في الريف؟ تزيد نسبة الإناث. سابعا، الترتيب الصحيح لمراحل تطور المجتمعات البشرية. إذا مراحل تطور المجتمعات البشرية، كيف كانت المجتمعات البشرية؟ أولا كانت مرحلة الجمع والالتقاط، بعد ذلك مرحلة الصيد والرعي، ثم تطورت بعد ذلك إلى الزراعة، ثم بعد ذلك التجارة، وأخيرا كانت مرحلة الصناعة. إذا هذه هي المراحل بالترتيب. السؤال الثامن، الرقم الذي يشير لموقع الأموريين في الخارطة المقابلة. إذا نتكلم في الخريطة المقابلة عن موقع الأموريين هو 4، إذا هذا هو موقع الأموريين في العراق. تاسعا، المدينة التي يوجد فيها النصب الأصلي المسجل عليه قوانين حامورابي، أين سجلت قوانين حامورابي؟ أين يوجد النصب الأصلي الذي سجلت عليه هذه القوانين؟ هو موجود في مدينة باريس في فرنسا. السؤال التالي الآن، 10، الأرقام الدالة على اشتراطات برنامج المساعدات السكنية الذي تقدمه الحكومة للمواطنين. تقوم الحكومة بتقديم مساعدات سكنية للمواطنين، ما هي هذه الشروط التي تشترطها الحكومة من أجل تقديم المساعدات السكنية للمواطنين؟ الإجابة هي جيم، 3+4، يعني هذه الإجابة 3+4. وما هي هذه الاشتراطات؟ يشترط أن يكون الشخص الذي سوف يؤمن له السكن، هذه الاشتراطات، تصرف كهبة من الدولة، يعني عطية لا يسترجعها ولا يدفع ثمنها المواطن، وأيضا من الذي يحصل على هذه المساعدات السكنية؟ الأسر ذات الدخل المحدود، يعني الأسر التي يكون راتبها ودخلها قليل. نأتي إلى السؤال 11، يمثل الرقم 1 في المقطع التفصيلي للهرم الذي أمامك. إذا لاحظوا الهرم، هذه صورتها هرم. الآن نريد أن نعرف هذا الرقم 1 ماذا يمثل؟
هذا يمثل حجرة الملك. الآن لو سئلنا حجرة الملكة، أين حجرة الملكة؟ هذه هي حجرة الملكة. الآن أين ممر الصعود؟ هذا هو الممر كما تلاحظون هنا، هذا ممر الصعود. بهو كبير، أين البهو الكبير؟ هذا هو البهو الكبير كما تلاحظونه هنا. إذن مرة أخرى، هذا البهو، هنا البهو الكبير هذا هو، وهنا يوجد هذا، ماذا يسمى؟ هذا ممر الصعود، هذا هو ممر الصعود. السؤال الثاني عشر، بالاستعانة بالرسم البياني المقابل، الإقليم الذي يحتل المرتبة الأعلى، أتكلم عن المرتبة الأعلى من حيث النسبة المئوية لسكان المدن في الدول النامية لعام 2000، ما هو الإقليم؟ لاحظوا هنا، نأتي هذه هي النسبة هنا، والنسب معنا هنا من 0 إلى 100. الآن نلاحظ أن أمريكا اللاتينية كما تلاحظون هي أكثر الدول نسبة في الدول النامية، لاحظوا هنا وهي بنسبة 80%. لو جاءنا سؤال، إذا الإجابة أمريكا اللاتينية، ما هي أقل نسبة؟ الإقليم الذي يحتل المرتبة الأقل، لاحظوا بدل الأعلى، لو جاءنا سؤال هكذا نقول هي جنوبي آسيا، ولاحظوا النسبة تكون أقل من 40%، أقل من 40%. الآن نأتي إلى السؤال الثاني، اكتب المصطلح المفهوم الدال على العبارات الآتية: المدن التي يزيد عدد سكانها عن 12 مليون نسمة تسمى المدن المليونية الضخمة. ب: كتابة سجلت على ألواح من الطين بأداة تشبه المسمار مصنوعة من العظم أو الخيزران، المصطلح هو الكتابة المسمارية. ب: أنقل أرقام الصور الآتية للحضارات التي تنتمي إليها في الجدول، لاحظوا هنا حضارة الفراعنة، حضارة الكلدانية، وحضارة السومرية. هذه الصورة الأولى وهي بوابة عشتار، هذه تابعة لأي حضارة؟ للحضارة الكلدانية كما تلاحظون هنا. هذه الكتابة المسمارية وتنتمي للحضارة السومرية. ثانيا، دلل لكل مما يأتي، نريد أن نذكر أدلة. اهتمام حكومة سلطنة عمان بالرعاية الصحية للمواطنين، نريد أن نذكر دليلا على ذلك، على الاهتمام الحكومة، حيث أنها حرصت الحكومة على توسيع خدماتها الصحية لتشمل جميع الولايات، وكذلك توفير الكوادر الطبية المؤهلة، فهذا يدل على اهتمام الحكومة بماذا؟ بالرعاية الصحية للمواطنين. ثانيا، تأثر الهكسوس بالحضارة المصرية، نريد أن نذكر دليلا على تأثر الهكسوس بهذه الحضارة، عندما قلدوا الفراعنة في أسمائهم وأزيائهم وتقاليدهم، وتكلموا اللغة المصرية، واعتنقوا معتقداتهم الدينية. نأتي الآن إلى السؤال التالي، ادرس الصورتين أمامك ثم أجب عن الأسئلة الآتية: أي الصورتين تعبر عن السلوك الصحيح لترشيد المياه؟ لاحظوا هذا يغسل السيارة بالماء، ويوجد هنا هدر وإسراف للماء، أما هذا فيغسل السيارة بالماء، فلا يوجد هدر كبير في الماء. إذن الإجابة هي 2، هذه هي الصورة التي تمثل ترشيد استهلاك الماء. ثانيا، ما النصيحة التي تقدمها لمن يسرف في استخدام المياه؟ ننصحه بترشيد استخدام المياه وعدم الإسراف في استخدامها. السؤال الثالث، صنف العبارات الآتية بوضع صح تحت مرحلة تطور المجتمعات البشرية التي تنتمي إليها. إذا نتكلم الآن عن تطور ومراحل تطور المجتمعات البشرية. كما نلاحظ هنا، هذه مراحل تطور المجتمعات البشرية، والمراحل هي الصيد والرعي والزراعة والتجارة والصناعة. الآن عندنا هنا المنجزات، ماذا حصل في كل مرحلة من هذه المراحل؟ اختراع المحراث متى حصل؟ حصل في مرحلة الزراعة. أما ظهور المدن التجارية فحصل في مرحلة التجارة، لاحظوا تجارية تجارية. أما بالنسبة لصنع أدوات الصيد والدفاع عن النفس، عفوا هذه هنا، فهذه تكون متى؟ تكون في مرحلة الصيد والرعي، لاحظوا صنع أدوات الصيد، فإذا ستكون في مرحلة الصيد، وهنا عندنا تجارة، إذا في مرحلة التجارة. تصنيع المواد الزراعية والحيوانية والمعدنية، لاحظوا عندنا كلمة تصنيع، إذا الإجابة هذه في مرحلة الصناعة.
السؤال الثالث: أكمل البطاقة التعريفية للحضارة أمامك مستعينا بالمعلومات الواردة في الشكل الآتي. لاحظوا عندنا هنا مجموعة من المعلومات، نريد أن نستخدم هذه المعلومات أو نستخرج من بعض هذه المعلومات ونضعه هنا. لاحظوا نتكلم عن حضارة الفينيقيون، الموطن الأصلي لهم أين؟ شبه الجزيرة العربية. ما هي إنجازات الفينيقيين؟ اكتشاف النجم القطبي، النجم القطبي. وما هي أشهر مستعمراتهم؟ مستعمرة قرطاجة. إذا لاحظوا هنا، إذا شبه الجزيرة، هنا معنا شبه الجزيرة العربية، هذا هو موطنهم. اكتشاف النجم القطبي هذا من إنجازاتهم، وأشهر مستعمراتهم هو قرطاجة، أشهر المستعمرات. نأتي إلى السؤال التالي: أمامك خريطة توضح النسبة المئوية لزيادة سكان بعض المدن في دول الوطن العربي. ادرسها جيدا ثم أجب عن الأسئلة التالية. لاحظوا هنا عندنا مجموعة من الأرقام، رقم 1، 2، 3، 4، هنا 5، وهنا 6. الآن السؤال: استخرج الأرقام الدالة على كل من المسطح المائي الذي يصب فيه نهر النيل. لاحظوا نتكلم الآن عن نهر النيل. أين يصب نهر النيل؟ يصب نهر النيل في البحر الأبيض المتوسط. فالرقم الذي يدل على البحر الأبيض المتوسط هو 5. لاحظوا هذا هو البحر الأبيض المتوسط. السؤال التالي: دولة عربية يوجد بها مدينة مليونية. الرقم 2، هذه هي الدولة وهي مصر، يوجد بها دولة مليونية. كم تبلغ نسبة نمو سكان المدن في الدولة المشار إليها بالرمز؟ لاحظوا هذا الرمز، هذا هو الرمز. الآن كم تبلغ نسبة نمو السكان؟ النسبة هي كما نلاحظ هنا من 6 إلى 7%، إذن هذه هي الإجابة. السؤال الرابع: قارن بين الصورتين أدناه. لاحظوا أمامنا هنا كما تشاهدون صورة للريف، وهنا صورة لماذا؟ صورة للمدينة. الآن وجه المقارنة، ما نوع الأسرة في الريف؟ أسر الريف دائما ما تكون كبيرة أو ممتدة، ونوع الأسرة في المدينة تكون صغيرة. الآن ما هي العلاقات الأسرية في الريف؟ العلاقات تتسم الأسر في الريف بقوة العلاقات الأسرية، أما في المدينة فيوجد ضعف في العلاقات الأسرية. ثانيا، رتب أسماء الملوك. إذا نتكلم الآن عن أسماء الملوك الذين حكموا مصر، نريد أن نرتبهم حسب أسبقية كل منهم في الحكم، يعني من الذي حكم أولا، ثم من الذي جاء بعده، ومن بعده، ومن بعده. لاحظوا هؤلاء هم ملوك، الملوك الذين حكموا مصر، نريد أن نرتبهم الآن. أول من حكم مصر هو رمسي، هو أحمس الأول، هذه هي الإجابة، أحمس الأول. الثاني هو أمنحوتب الرابع، هذا هو، والثالث توت عنخ آمون، هذا المرتبة الثالثة، والأخير هو رمسيس الثاني، رمسيس الثاني نكتبه هنا. ثالثا، حرص حمورابي على توحيد بلاد ما بين النهرين وتنظيم دولته، فأصدر مجموعة من القوانين والتشريعات. في ضوء دراستك ذلك، أذكر اثنتين من المجالات التي أصدر فيها تشريعاته. من التشريعات والقوانين التي أصدرها حمورابي أمور القضاء والأمن، أيضا حقوق المحاربين ومسؤولياتهم، وأيضا واحدة أخرى ثالثة هي الأحوال الشخصية والزواج. نأتي الآن إلى السؤال الخامس: أكمل بيانات المخطط التالي من خلال المعطيات. لاحظوا عندنا هنا مجموعة من المعطيات كما تلاحظونها هنا، مثل قلة الأمطار، ضعف التقيد بالعادات والتقاليد، المشكلات الاقتصادية، ظاهرة الزحف الحضري، مشكلة الهجرة، تفتت الملكية الزراعية. الآن ما هي مشاكل الريف؟ لاحظ هنا مشكلات الريف، مشكلات الريف بالترتيب: مشكلات الزراعة أولا، أيضا مشكلة الهجرة، المشكلات الاجتماعية، والمشكلات الاقتصادية. الآن مشكلات الزراعة منها ظاهرة الزحف الحضاري، أيضا تغير النظرة للعمل الزراعي، وتفتت الملكية الزراعية. الآن هذه مشكلة الهجرة، ماذا ينتج عنها؟ تغير نمط الأسرة، انتقال الأشخاص الطموحين، الضغط على الخدمات العامة في المدن. أما المشكلات الاجتماعية فيترتب عليها ضعف الروابط الاجتماعية في الريف، تخلخل البناء الاجتماعي حيث يزيد عدد الإناث في الريف على حساب الذكور، وضعف التقيد بالعادات والتقاليد.
أما بالنسبة للمشكلات الاقتصادية فمنها ضعف إنتاجية الأراضي الزراعية، وما هو السبب؟ بسبب قلة الأمطار. وبهذا تكون قد انتهت المراجعة الشاملة وحل نموذج الاختبار لمادة الدراسات الاجتماعية للصف السابع الفصل الدراسي الثاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.